لو الحكاية فيها إن فيجو دي الحالة الوحيدة اللي كانت حالتها حرجة أو دقيقة من ساعة الوصول. هو كان عنده جرح تهتكي لعظام الجمجمة والوجه مع فقدان لبعض عظام الجمجمة، تهتك بأنسجة المخ وانفجار بمخرط العين اليسرى ونزيف في المخ ونزيف تحت القنبة الجافية. هو محجوز بالعناية المركزة على جهاز تنفس صناعي من ساعة لما دخل الغرفة، طبعا مع فقدان للوعي. لغاية دلوقتي زي ما بقول لحضرتك هو على جهاز التنفس الصناعي، ويعني ندعو الله للشفاء. طب بالنسبة لباقي الحالات يا دكتور، ايه وضعها دلوقتي؟ باقي الحالات احنا غير عبد السلام دي 4 حالات بالصبح، يعني كانوا كلهم 5. واحد منهم تلقى علاج في الاستقبال ومشي في ساعتها، واتحجز 4 حالات، واتحجز اسف بقى 3 حالات لانهم كانوا 5 كلهم، غير يعني من ضمنهم الاخ اللي هو في العنايه المركزه. الثلاثه الباقيين دولت حالتهم متوسطه. واحد منهم خرج خروج حلزه بالطلب من حوالي نص ساعه كده، وفاضل حاليا 2 فوق. واحد منهم عنده جرح تهتكي خلف الركبه، واتعمل له عمليه تجميل لاصلاح التهتك اللي موجود. والتاني؟ الثاني عنده جروح متفرقة بالجسم بس ما استدعتش عمليات، يعني غيارات وامور زي كده مع التحفظ. طب بالنسبة اللي ماشي دوت، يعني تفتكر حضرتك هو مشي من ربع ساعة ولا بتاع الصبح؟ لا بتاع الصبح دوت. هو مشي لي نيابة بتحقق في والله لا مشي ليه ما اعرفش، بس طبعا في ناس. اولا هو كانت حالته يعني تبدو للوهله الاولى ان هو ما فيهوش الخدشه او حاجات زي كده، بس في بعض الناس بيقلقوا شويه من حكايه المستشفيات، انت عارف يقول لك ان تحقيقات ومش عارف ايه، ما بيحبوش الامر ده. هو قد يجوز ان هو يكون يعني متخوف من قصه التحقيق وكده فانصرف. يعني المباحث بتحقق في يعني في ان هو مش هو طبعا الاربعه الموجودين طبعا ما عدا اللي هو في العنايه اللي ده في غيبوبه، الباقيين استجوبوهم واتكلموا معاهم يعني. بس ما فيش معلومه اكيد لغايه دلوقتي عن سبب الانفجار. لا انا شخصيا ما عنديش فكره، يعني قنبله كان معرفش مش معروف هل اتحدفت على الاوتوبيس وهو ماشي ولا والله كلام، لكن انا ما عنديش معلومه مؤكده. والمصابين بالنسبه للتحقيقات بتاعتهم سريه ولا سريه زي يعني؟ هل المباحث كشفت عن اللي توصلت له مع على التحقيقات ولا فضت القوه تماما وهي بتحقق معاهم؟ هم احنا متعودين دايما اي مصابين حوادث بالذات الاحداث الارهابيه بنبقى حاطينهم في اماكن لوحدهم على اساس انه يعني بيبقى ليهم يعني نوع من الخصوصيه شويه، بيجيلهم زياره، بيجيلهم بعضهم ما بيحبوش ان الصحافه تقابله يعني، فبيبقوا غالبا هم لوحدهم. فبطبيعه الحال كمان المكان اللي هم موجودين فيه اللي هو الدور الثاني، الغرف كل غرفه سريرين، فما فيش فرصه انه يكون في عدد يعني من الناس حواليه. طب هو دكتور التلفزيون المصري النهارده اعلن ان في عبوتين تانيين اتفككوا برضه في مدينه نصر. فيعني هل المستشفى هنا بدات تاخد تدابير مختلفه لمواجهه اي حادث محتمل؟ من ساعه الدعوه ل 30/6 واحنا نعتبر التوضع مستمر. المستشفى زي ما انت شايف مكانها جنب جامعه طبعا، جنب نادي الحرس الجمهوري. احنا استقبلنا كل الحالات اللي حصل فيها احداث بدءا من يوم 3/7، كلها كانت بتيجي عندنا هنا كامله. ان ما كانش يعني حاجات فرديه اللي ما وصلتش، حاجات فرديه جوه اي حدث. فاحنا في طوارئ مستمر، وبالتالي احنا دايما مستعدين في اي وقت ان بتجيلنا الاعداد او الحوادث اللي زي كده يعني. فاحنا ما اختلفش الوضع النهارده عن من اسبوع عن كذا، لان احنا زي ما بقول لحضرتك في حاله طوارئ مستمره.